السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الصحافة اليوم، والبداية بجولة سريعة في أبرز العناوين. البداية من وكالة الثاني من ديسمبر، وفيها نقرأ: استشهاد وجرح 3 نساء وطفل في قصف مدفعي حوثي على حيس الحديدة، إصابة خطيرة لمواطن في التحيتة برصاص الحوثيين، إصابة 3 مدنيين بقصف حوثي متجدد على مدينة حيس. التحالف العربي يعلن وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة 2 أسبوع قابلا للتمديد. قائد عسكري يؤكد انتصارات الجوف واستمرار التقدم لتحرير عاصمتها. المشتركة تفكك حقل ألغام ومتفجرات حوثية في البرح. إلى وكالة خبر، وفيها نطالع: الضالع صاروخ استهدف أحياء سكنية بسناح وتحركات حوثية بالحشا. إب غضب في أوساط مالكي البسطات بعد تجريف الحوثيين لممتلكاتهم بيريم. أليكسو: التراث الثقافي اليمني يتعرض للتدمير والسطو والتهريب من قبل ميليشيا الحوثي. أحمد علي عبد الله صالح يعزي في وفاة علي بن علي عبد الله السلال. مصر تعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى مطاراتها إلى ما بعد رمضان. في منبر المقاومة: الحوثي يرد على إعلان التحالف وقف إطلاق النار بقصف حي سكني في مأرب. استشهاد وإصابة 5 مدنيين بينهم نساء وأطفال بقصف ميليشية الحوثي مدينة حيس. الضالع صاروخ استهدف أحياء سكنية بسناح وتحركات حوثية في الحشا. في موقع نيوز يمن: الحوثيون يقصفون مأرب بصاروخ باليستي مع إعلان التحالف عن هدنة. سلب دعم عسكري لمقاومة آل حميقان في ردفان، ومشايخ يافع ينفون علاقتهم بالحادث. في موقع عدن الغد: رئيس البرلمان العربي يرحب بإعلان السعودية وقف إطلاق النار في اليمن. قرقاش: وقف إطلاق النار في اليمن قرار مهم لابد من البناء عليه إنسانيا وسياسيا. جريفيث يرحب بإعلان التحالف العربي وقف إطلاق النار في اليمن. بعد دقائق من إعلان الهدنة: الحوثي يقصف مأرب والحديدة والجوف وصعدة. إتاوات الإنقلابيين بذريعة كورونا تتجه صوب محافظة إب. السعودية توفر الاحتياجات الضرورية لمكافحة كوفيد-19 في اليمن. في صحيفة الأيام: جريفيث يرحب بوقف إطلاق النار ويؤكد البدء بتنفيذ إجراءات إنسانية في اليمن. خالد بن سلمان: كورونا فرصة أمام الحوثيين لإيقاف الحرب، وإلا سيتحملون وزرها. في صحيفة الشارع: تقدمات عسكرية كبيرة ومتسارعة في الجوف وسط انهيارات في صفوف ميليشيا الحوثي. الجيش بقيادة اللواء أمين الوائلي يستعيد السيطرة على مسافة تقدر ب 35 كيلومتر ويواصل التقدم نحو مدينة الحزم. اجتماع طارئ للأحزمة الأمنية في لحج لمناقشة قضية نهب أسلحة قدمها التحالف لمقاومة آل حميقان. مقتل 4 أطفال أشقاء في حريق مفتعل التهم منزل أسرتهم المهمشة في سوق هجدة غرب تعز. من الصحف العربية صحيفة الشرق الأوسط: التحالف يعلن وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة 2 أسبوع قابلة للتمديد. أكد أن الفرصة مهيئة لاستدامته خلال الفترة المقبلة. واشنطن تطالب الحوثيين بوقف التصعيد وتحض على حل سياسي فوري. إصابة مدني برصاص قناصة الانقلابيين في الحديدة، استعادة معسكر اللبنات في الجوف وتدمير مخازن الميليشيات في البيضاء. إتاوات الانقلابيين بذريعة كورونا تتجه صوب محافظة إب. في مقال للكاتب ممدوح المهيني: الإنسان ليس أضعف من كورونا، كتب.
يبحث الأطباء عن لقاح لفيروس كورونا وتقوم الحكومات بإجراء تدابير احترازية، ولكن من جهة أخرى هناك من يسعى لاستغلال الأزمة من ناحية فكرية للترويج لطريقة قديمة ومظلمة في التفكير حول الإيمان بالإنسان والحياة والعلم والمستقبل. تتداول الآن أحاديث ومقولات مختلفة ولكنها تردد فكرة واحدة، وهي أن الإنسان ضعيف وهش وعجز أمام هذا الفيروس المجهري. هذا الحديث لا يردده فقط الناس العاديون، ولكن بعض المعلقين المثقفين كنوع من التأملات الوجودية، ولكنها برأيي تأملات مبالغ فيها وغير منطقية، تستغل من المتطرفين للتشكيك في قدرة الإنسان وتقلل من إنجازاته الحضارية طيلة قرون غير فيها عالمنا من مظلم وموحش ومليء بالأمراض إلى عالم حديث مزدهر ومشرق. مواجهة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية لا تعني ضعف الإنسان بل عقلانيته وواقعيته في مواجهة ظروف غير طبيعية، ومن المؤكد أنه سيتجاوزها ليس بالاعتماد على غيره ولكن بالاعتماد فقط على عقله والعلم الذي راكمه خلال عقود من الكدح الفكري والبحث العلمي المضني. ليس هناك أي قوة غير مرئية خارجية تساعده، وهذا دليل آخر على عظمته وثقته بنفسه وليس على ضعفه وغروره كما يرددون. أنا معجب بالحضارة الإنسانية، خلصتنا من الأمراض ورفعت مستوى الإعمار وأنقذتنا من مئات الأوبئة، جعلتنا نسكن في البنايات الشاهقة ونقطع العالم في ساعات ونرتدي الملابس الأنيقة ونعيش حياة سعيدة مرتاحة، ومعجب بالإنسان غير الضعيف الذي ابتكر هذا كله. ومن غير الصائب والمنطقي أن أتخلى عن كل هذا وأشكك في كل هذه المنجزات المذهلة بسبب فيروس بدأت عمليا خطوات القضاء عليه، ومن الإنسان نفسه الذين يصفونه بالهشاشة وقلة الحيلة. إذن في خطوة كانت متوقعة أعلن التحالف العربي وقف إطلاق النار في اليمن. هذا الإعلان جاء أيضا مرفقا به قيادة الشرعية بإيقاف العمليات العسكرية كليا منذ مساء أمس أو منذ ليل أمس. هذه الخطوة لقت ترحيبا واسعا من الجهات والمنظمات الدولية، إلا أنها في المقابل لقيت تساؤلات عديدة وكثيرة في الشارع اليمني. فأين وقف إطلاق النار والدعوات إليه؟ والحوثي يتقدم صوب الحزم ويتجه إلى مأرب ويقتضم الأراضي، ثم هل سيلتزم الحوثي بهذه الهدنة؟ ومنذ متى كان الحوثي ملتزما بمثل هكذا قرارات؟ وما اتفاق ستوكهولم عنا ببعيد؟ لمناقشة هذا الموضوع يسرني أن يكون ضيوفي العميد الركن ياسر صالح المحلل العسكري والخبير الاستراتيجي، وأيضا الدكتور عبد الحفيظ النهاري نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام. نبدأ النقاش بعد فاصل قصير. إذن بما أن القرار عسكري وإيقاف عمليات عسكرية، سأبدأ معك مقدم ياسر صالح لكي أسألك عن هذه الخطوة وقراءتك لها. نعم، مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم وعلى جمهورك خلف الشاشات. كانت خطوة متوقعة لمن يرى المشهد جيدا ويقرأ مسارات العمليات العسكرية منذ انقلاب الحوثي وحتى اليوم، على نفس الصعيد الذي كانت عليه الميليشيا الحوثية كلما تجد نفسها في مأزق كان هنالك فرج يأتي من خلف البحار. هنالك جاءت دعوات منذ أيام ولكنها لم تكن جادة، كون الحوثي كانت الكفة تميل إليها وكان المبعوث الأممي يسعى إلى عملية إيقاف لوقف إطلاق النار ووجه دعوة، ولكن الحوثي تمادى وأوجه طائراته وصواريخه إلى المملكة وإلى كافة المحافظات الجمهورية وصعد عسكريا في كل مكان، ما إن كانت ردة الفعل عكسية في اتجاهه وبدأ يخسر الأرض، وهنالك تعاون وثيق وارتباط وثيق بين ثلاث جبهات في ثلاث محافظات مختلفة كانت
آتت أوكلاهوما في وخلال ساعات شاهدنا المبعوث الأممي يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار، وهذا ما استجاب له التحالف العربي في إعلان واضح وصريح لوقف إطلاق النار. ولكن أيضا الحوثي كعادته يحب أن يستفيد من كل شيء، ذهب ليروج بين أوساط المجتمع وعبر وسائل التواصل الاجتماعي على أن هنالك وثيقة قدمها. سأعود الحديث مطولا مقدم ياسر عن هذا الموضوع، عن الوثيقة التي قدمها الحوثي، لكن هل ترى أن ما حصل مؤخرا في البيضاء من تقدمات هناك متسارعة، وأيضا في الجوف وفي صرواح من ضغط على ميليشيات الحوثي، هل كان له علاقة مباشرة بالوصول إلى هذا الاتفاق؟ لا شك أن له السبب الأكثر واقعية. عندما نتحدث نحن لا نكيل وهما، إنما دوما نتحدث من واقع ملموس ولا نبيع الوهم للآخرين. فعلا كانت السبب المباشر هو عملية ترتيب كبيرة جدا حصلت في بين مؤسسة الجيش وبين الحاضنة الشعبية لهذا الجيش. شاهدنا عملية عسكرية لأول مرة تكون بهذا الشكل في البيضاء، وكانت على وشك التقاء أربع محاور، وهي بادرة جديدة حقيقة في تكتيكات الجيش الوطني، أن يكون هنالك عملية محسوبة المخاطر وهنالك تكتيك واضح وجري. وشاهدنا أيضا عامل مفاجأة وتكتيكات جديدة في الجوف، يعني مئات الكيلومترات المربعة التي فقدها الميليشيا الحوثية خلال ساعات قليلة جدا في ساعات القتال. إذا كل ذلك يذكرنا فعلا ما حدث في نوفمبر 2018 عندما كانت القوات أيضا تتقدم في الساحل الغربي وتم إيقاف وقف إطلاق النار. سنتكلم أيضا على هذه النقطة، لكن على عامل المفاجأة والتكتيك، أيضا فاجأونا بوقف العمليات العسكرية، وربما العمليات كانت على أوجه في البيضاء. أعود إليك دكتور عبد الحفيظ النهاري، أو نشرك معنا دكتور عبد الحفيظ النهاري نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام. بما أن هذا الوقف إطلاق النار هو أصلا كما يقال لمواجهة فيروس كورونا في اليمن الذي لم تظهر أي حالة إلى حد اللحظة على العموم، إضافة إلى أنه كل الأطراف تحدثت أنه يبني إلى عملية سياسية، هل تتوقع أن يخرجنا هذا الوقف إلى عملية سياسية شاملة بالفعل في اليمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللسادة المشاهدين. في الواقع أن دعوات الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار عبر العالم، ومن ذلك دعوات وقف إطلاق النار في اليمن، لقت ترحيبا كبيرا وطبيعيا. ذلك أن البشرية اليوم تواجه غولا كبيرا متمثلا في جائحة كورونا، وهو درس يستدعي من كل المتصارعين أن يعيدوا النظر في مواقفهم وأن ينزعوا إلى السلام. ونحن سعداء باستجابة ومبادرة التحالف العربي ومبادرته في إعلان وقف إطلاق النار هذا اليوم أو بالأمس. وهذه خطوة ومبادرة مهمة تضع الطرف الآخر في مربع الاختبار. وقد تابعنا ردود الأفعال الحوثية التي كانت سلبية جدا، ولم تكن في مستوى الحدث ولا في مستوى مبادرة التحالف العربي. ولكننا نتصور أن المجتمع الدولي ما زال مسؤول عن توجيه الضغط الكافي للميليشيات الحوثية بوقف إطلاق النار، وذلك لترتيب الأوضاع اليمنية الإنسانية من أجل مواجهة جائحة كورونا، وإن كانت المؤشرات الجائحة ما تزال. هل يمكن بالفعل دكتور عبد الحفيظ أن نتفائل بأن هناك عملية سياسية وشيكة من خلال أو بعد هذا الوقف؟ هذا مرتبط بنجاح وقف إطلاق النار. إذا نجح مبدأ وقف إطلاق النار خلال الفترة الماضية ولم تحدث هناك خروقات، ف
فيمكن هذا أن يساعد على بناء الثقة وعلى تمديد وقف إطلاق النار الذي أبدى التحالف في بيان استعداده لتمديد وقف إطلاق النار. إذا كانت هناك مؤشرات إيجابية يمكن أن تسمح ببناء الثقة والاتجاه إلى عملية سياسية تشمل جميع الأطراف. لكن دكتور عبد الحفيظ، التفاؤل الذي ربما يسود حديثك دكتور، تجريب المجرب يقال عليه خطأ، ألم تجربون الحوثيين في الحديدة بعد اتفاق ستوكهولم رعاة الأمم المتحدة وتم الإعلان عنه، واليوم أكثر من سنة وما يقارب النصف وميليشيات الحوثي ما تزال يوميا خروقات آخرها بالأمس؟ نعم هذا صحيح. ولم تمضي العملية السياسية التي كان يرجو أن تمضي في الحديدة؟ هذا صحيح، وأكبر الدليل هو الموقف السلبي والسيء وغير الحكيم الذي أعلن عنه من قبل الحوثيين فيما يتعلق بقبولهم بمبادرة وقف إطلاق النار. كانت التصريحات والمؤشرات سلبية منذ أول لحظة، وهذا من جديد يضع المجتمع الدولي أمام تعنت هذه الميليشيا وإصرارها على تجاوز كل الجهود الدولية من أجل إفشاء السلام ومن أجل مكافحة كورونا ومن أجل الحاجة الإنسانية الملحة للشعب اليمني وحفاظها. وهذا يعكس عدم شعور الميليشيا الحوثية بمسؤوليتها إزاء الناس وإزاء الشعب اليمني وإزاء المتضررين. الحوثيون دكتور عبد الحفيظ على العكس، الحوثيون قالوا أنهم خطوا خطوة إلى الأمام وقدموا مبادرة روجوا لها في مواقع التواصل الاجتماعي كثيرا، كيف قرأتها أنت؟ أنا قرأت المبادرة جيدا، وهي أولا لا تصلح لأن يطلق عليها مبادرة حسب تعبيرهم. حسب تعبيرهم، لكننا نستطيع أن نعتبرها أفكار تحدد أو تؤكد على موقف الحوثيين من وقف إطلاق النار ومن الحلول السياسية ومن الرؤية المستقبلية، وهي رؤية فارغة وهي مبادرة فارغة وغير قابلة للتطبيق. لماذا؟ لأسباب كثيرة. منها؟ منها أن هناك منها الإملاءات، هناك نصوص في هذه المبادرة أشبه بالإملاءات التي تلزم الأمم المتحدة وتلزم التحالف العربي، ولا تعبر عن وجهة نظر طرف. هم طرف في الصراع أو أس في الصراع، ويجب أن يقدموا وجهة نظرهم لا أن يقدموا إملاءات وما يجب أن يفعله الآخرون وما لا يجب أن يفعله، ولا أن يعلموا الأمم المتحدة بوظائفها. وهذه المبادرة هم يقولون أنها أن هذه المبادرة هي شروط المنتصر، ولذلك يضعونها كيفما يشاءون. حتى كلمة المنتصر حسب تعبيرهم، أنا لا أقول شيء من عندي. نعم هذه اللغة لغة غير حكيمة، ولغة تؤكد دائما على استمرار المغامرات الميليشية الميليشاوية الحوثية، ولغة غير مسؤولة لأنها ما تزال تسيء إلى الجوار وتهدد الأمن الوطني والإقليمي، ولا تجنح للسلم ولا تجنح لوقف إطلاق النار ولا تجنح للمراجعة. هي إلى اليوم لم تراجع خطابها على الإطلاق، ورغم الفارق الهائل في التسليح وفي موازين القتال، إلا أن خطابها المغامر ما يزال يضعها أو يعبر عن وضعها في المكان الخطأ. كيف يمكن أن نتحدث عن انتصار والشعب اليمني محاصر برا وبحرا وجوا، والشعب اليمني يتعرض لفتك الأمراض ويتعرض للقتل ويتعرض إذا كانت السياسة وما يطرح في طاولة التفاوضات هي نتيجة الوضع الميداني والمعركة، أعود إليك مقدم ياسر صالح، كيف قرأت أنت المبادرة الحوثية التي أسموها مبادرة، وأيضا اللغة التي كتبت بها كرد على
وقف إطلاق النار من الطرف الآخر. أنت طرحت مصطلح جميل وقلت أنها شروط المنتصر، وللأسف دعني أقولها وبصراحة وليعذرني الجميع فيها، الفشل الذريع والذي يرافق الجانب السياسي والمكونات السياسية المناهضة للمشروع الحوثي والتفكك الظاهر والجلي أمام العالم ككل، ولم يعد داخليا فقط، يرون أن هذه المكونات ليست قادرة على إدارة العملية السياسية في المشهد السياسي الحالي في اليمن، عجزهم حتى عن الخروج بإطار واحد باستراتيجية واحدة في مواجهة هذا الانقلاب، هو ما جعل العالم أن يتقبل من الميليشيا الحوثية ما لم تستطيع أن توجده أو تسوق له أو تظهر مظلومية القضية اليمنية على الساحة الدولية وعلى ساحة المجتمع الدولي من الأطراف السياسية المناهضة لهذه الميليشيا الحوثية. الأطراف السياسية الشرعية وفقا للدستور اليمني، دعني أقولها صراحة، هذه الأحزاب السياسية التي توافق مع الدستور ولكنها ليست عند مستوى الموقف وليست عند محط آمال الشعب، هذا للأسف خذلوا الشعب كثيرا، يعني حكومة فشلت وخارجية فشلت تماما في إيصال المظلومية اليمنية وفي يعني إثبات للعالم أنهم يدافعون عن حق شرعي بموجب المواثيق الدولية وموجب دستور الجمهورية اليمنية وهي الشرعية أو حتى مواجهة الانقلاب الحوثي. الحوثي اليوم يقدم شروط المنتصر رغم أنها لن تكون على طاولة الحوار، يعني لنكون واقعيين، ولن يقبل بها أي طرف حتى بما فيه التحالف العربي أن تكون هذه الورقة مطروحة على جدول الأعمال، ولكن على الأقل أنه يستطيع أن يراوغ داخليا ويستطيع أن يظهر نفسه أمام المجتمع وأمام نفسه أنه صاحب سيادة وصاحب قرار وأصبح صاحب مبادرة سواء في تقديم مبادرات سياسية أو على مستوى الأرض. للأسف الأساسة ما زالوا يشتغلون في منعزل عن العسكريين وكأن العسكريين ليسوا سوى أداة لتنفيذ أجندتهم لإيصالهم إلى السلطة هم فقط، أما أنهم يشركون الجانب العسكري في صياغة مستقبل اليمن في صياغة المحادثات. وأنا طالما تحدثت على قناتكم الكريمة وعلى برنامجك بالذات قلنا فصل الملف العسكري والأحداث والمشهد العسكري على الأرض عن المشهد الدبلوماسي والمشهد السياسي هو خطأ فادح. لماذا لا يدع الجانب العسكري هو من يحاورهم على طاولة الحوار وهو من يحاورهم على الأرض؟ لماذا هذا الخروع أيضا من القادة العسكريين للانبطاح أمام القرارات السياسية التي لا تخدم المصلحة الوطنية العليا؟ لماذا التجاوب اللا مسؤول والخيانة للقسم الذي أقسموا عليه والذي يكرروا وأعادوا بالأمس؟ لماذا لا يكون هنالك عميد أو مقدم ياسر صالح نقطة مهمة، عدم إشراك القوى العسكرية الفاعلة على الأرض في القرار السياسي، ألا يعيد إلى الأذهان تجاهل الساسة والدبلوماسيين ومن ذهبوا إلى اتفاق ستوكهولم لكي يوقعوا على ذلك الاتفاق المشؤوم وتجاهلهم للقوى العسكرية الفاعلة التي حررت وأنجزت على الحديدة نفس الخطأ اليوم ربما يرتكب؟ هذا ما أردت أن أشير إليه. أنا تحدثت عندما وقعوا اتفاقية ستوكهولم عندما ذهب الفريق ليفاوض، للأسف هو لا يعلم أين وصلت القوات داخل الحديدة، هو لو كان يعلم أنها في شارع صنعاء لما ذهب لهذه المخزنة التاريخية، لأنهم لا يدركون ماذا يقدم الأبطال على الأرض، لا يعطون ثمنا لهذه الأرواح ولهذه الدماء التي سكبت على الأرض اليمنية. للأسف الشديد لا يعلمون حتى لا يقرؤون التاريخ، عندما دخلت القوات في الحرب العالمية الثانية إلى برلين ظلت العملية العسكرية مستمرة حتى تم تقسيم ألمانيا فيما بينهم، فيما ظل الروس يتقدمون على الأرض وقد أعلن البريطانيون والأمريكان حتى لا نغرق في التاريخ مقدم ياسر، وإن كان في التاريخ أيضا مواعظ وعبر، لكن أفهم من كلامك أن ربما في حرب اليمن الجانب العسكري قوي جدا على الأرض لكن يخذله دائما القرار السياسي. لا شك أن القرار السياسي معدوم إن لم يكن دعني أقف إذن عند هذه النقطة، عدمية القرار السياسي، وأنتقل إلى الدكتور عبد الحفيظ النهاري واعتباره
سياسيا. كما استمع الدكتور عبد الحفيظ النهاري، أنتم متهمون دائما بخذلان العملية العسكرية والعمليات العسكرية، والقرار السياسي في اليمن هو دائما من يتجنى على العمليات العسكرية ويوقفها في أصعب اللحظات وفي منعطف قد يكون معه تحول جذري للصراع في اليمن. في الواقع أن هناك كثير من الاعتبارات والعوامل الخارجية والداخلية. القرار السياسي لا يتخذ من فراغ، بالتأكيد أن هناك أسباب وعوامل، من أهمها عوامل وقتية، من أهمها اجتياح فيروس كورونا الذي وضع العالم أمام صعوبات إنسانية كبيرة، ووضعه أمام مسؤوليات أخلاقية كبيرة إزاء الصراع القائم على الأرض. هذا العامل الجديد قدم وصنع ونبه إلى مخاوف كبيرة يمكن أن تنعكس على اليمن. في هذا وطننا الذي يعاني منذ 5 سنوات من هذا الصراع، والذي يعتبر أو يعد في هذا الوضع هشا إذا ما اجتاحه هذا الفيروس. والمسألة من بابها الإنساني والصحي تستدعي أن تتخذ الإجراءات اللازمة لمساعدة اليمن. لكن البعض دكتور عبد الحفيظ، أنا أنقل فقط ما يقوله الناس ولست طرفا في أي موقف، لكن يقول البعض وهل هناك فيروس أخطر على اليمن من الفيروس الحوثي وما يقوم به الحوثيون في اليمن من انتهاكات إنسانية وجرائم مروعة؟ ألم يكن أيضا اتفاق ستوكهولم بدوافع إنسانية وتم إيقاف المعركة من أجل دافع إنساني، وخرج أيضا مارتن جريفيث متحدثا أن هذا الاتفاق هو إنساني بحت؟ لماذا دائما يتغنى المجتمع الدولي عند إيقاف أي تقدم ضد ميليشيات الحوثي بالجانب الإنساني؟ أين الجانب الإنساني من كل الجرائم التي يقوم بها الحوثي؟ بالنسبة للميليشيا الحوثية تصرفاتها اللامسؤولة والتي ليست لها علاقة بالسلام والعدوانية دائما على مستوى الداخل والخارج هي أصبحت معروفة، وأصبح المجتمع الدولي يعي هذه المغامرات. لكن المجتمع الدولي مسؤولا بطريقة أو بأخرى عن سلامة الشعب اليمني وعن حمايته وعن تخفيف المجتمع الدولي. دكتور مسؤول عن حماية المجتمع عن اليمني، المجتمع الدولي الذي حتى لم يا مارتن جريفيث والأمم المتحدة لم تشير إلى قصف ميليشيات الحوثي، لم تعبر، لم تقول صراحة أن ميليشيات الحوثي من قصفت سجن النساء في تعز. المجتمع الدولي الذي تغاضى عن جرائم وانتهاكات لميليشيات الحوثي لا حصر لها، أين المجتمع الدولي الذي تتحدث أنه يراعي ويعي أمن وسلامة المجتمع اليمني ويحافظ عليه بطريقة أو بأخرى؟ نعم، المجتمع الدولي بالتأكيد يعي الخروقات الحوثية ويعي الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثية على مستوى اليمن، سواء الموجهة للشعب اليمني أو الموجهة للجيران والتي تقوض أمن وسلامة الأمن الإقليمي وأمن الممرات الدولية المائية الإقليمية والدولية. وقد اتخذ المجتمع الدولي حزمة من القرارات ومن الإجراءات، منها هذه الحرب المعلنة لاستعادة الشرعية. ولكننا لا نتحدث عن مراوحات الحرب، تقدم هنا والتأخر هناك بعد 5 سنوات من هذا الصراع، وإنما نتكلم عن مرحلة حاسمة يجب على الجميع فيها أن يوقف إطلاق النار وأن يلتزم بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية طارئة أصبحت لا تتعلق باليمن لوحده بل بالعالم وبالمحيط. خطر كورونا ليس على اليمن وحده وإنما على جيرانه أيضا وعلى العالم. أما الخروقات الحوثية فأصبح العالم يعلمها، وهو بتهاونه في وقف إطلاق النار أو رفضه إنما تضع نفسها هذه الميليشيات من جديد أمام مسؤولية أخلاقية ومسؤولية جنائية ومسؤولية قانونية أمام العالم. ومنذ متى دكتور عبد الحفيظ النهاري كانت هذه الميليشيات التي تتصرف بعقلية الميليشيات كان لها أخلاقيات أمام المجتمع الدولي والتزاماتها أو حتى أمام اليمنيين ومواثيقها، وأنت تعلم
كم من المواثيق وأيضا التي وقعتها مع اليمنيين منذ الحروب الست، مرورا بدماج وبعد ذلك عمران والسلم والشراكة وغيرها من الاتفاقيات. لكن أعود إليك مقدم ياسر صالح سريعا، استمعت إلى الدكتور عبد الحفيظ النهاري، أنتم تتهمون السياسيين بأنهم دائما يعرقلون الحسم العسكري ولا يشركون القرار العسكري أو حتى يستمعون إلى ما يدور في الميدان، لكن هؤلاء السياسيون هم بالأخير لا يعيشون وحدهم، الحكومة اليمنية لا تعيش وحدها في هذا العالم ولا تتصرف كميليشيات وعقلية ميليشيات الحوثي التي هي وإن عادت العالم ليس لديها إشكالية، هي حكومة يمنية ملتزمة بعهود ومواثيق دولية وأيضا يجب أن تتفاعل مع المجتمع الدولي وقراراته، ولذلك إن جنحت إلى إيقاف العملية العسكرية والتقدم الميداني والعسكري على أشده ضد ميليشيات الحوثي هي فقط لأنها تتصرف بعقلية الدولة والمجتمع الدولي. سيد الفاضل، أولا ليعذرني ضيفك الكريم، أنا لم أعنيه في المقام الأول وهو له باع في مواجهة الميليشيا الحوثية، ولكني أتحدث على من يتصدرون المشهد السياسي في اليوم. حقيقة الأمر عندما نتحدث عن جائحة كورونا، جائحة كورونا بدأت منذ نهاية 2019 وبداية عام 2020، يعني منذ أكثر من 4 أشهر. لماذا لم يأتي القرار والتدخل سوى ليلة أو بالأمس؟ لماذا عندما كانت الميليشيا الحوثية تجرع أبواب مأرب لم يكن الكورونا موجودا للأسف، يعني لأنه كان يمضي في هدف استراتيجي بالنسبة لهذه الميليشيا الحوثية. ثانيا، عندما نتحدث عن مثالية الدولة في خطابها مع المجتمع الدولي، صحيح أن الدولة يجب أن تكون مثالية في التعامل وفقا للمواثيق الدولية، لكن المواثيق الدولية تعطيها القوة أمام هذه الميليشيا الحوثية وتقول أنها صاحبة الحق في استعادة حقها وفي مواجهة هذا الانقلاب الصريح الذي مضمن في جميع القرارات الدولية أنه انقلاب على نظام شرعي. إذن أين القوة؟ هل هي المثالية في أن تكون ضعيفا أمام انقلاب ويصبح هو الطرف الشرعي كما شاهدت ويروج في اتفاقيته قيادة الجمهورية اليمنية صنعاء، أم أن قيادة الجمهورية هي التي انتخبت من الشعب، أو هي المكونات السياسية، أو هي الشعب المالك السلطة الذي يمثل جميع هذه المكونات السياسية؟ المثالية الزائدة لا تعيد حقا على الإطلاق. لو شاهدنا، هل هي مثالية مقدم ياسر، هل هي مثالية أم عجز؟ هناك فرق. دعنا نسميها مثالية حتى لا نظلم كثيرا، وإن كان في معظم الأحيان تجد عجز، وتحدث في البداية عن عجز في تمثيل القضية اليمنية أمام المجتمع الدولي. المجتمع الدولي يتعامل مع القوي، المجتمع الدولي يتعامل مع معطيات مثله مثل القاضي عندما يتقدم إليه محامي الدفاع بالدفاع أو الادعاء بادعائه الصادق. من كان يمتلك الأدلة والبراهين والقوة على الأرض هو من سيحكم له. المجتمع الدولي عندما يتعامل مع مثل هكذا أحداث هو يتعامل مع ماذا أنت فاعل. شاهدنا المجتمع الدولي يحسم قضايا، أو بمعنى أصح قوى عظمى داخل المجتمع الدولي تحسم انقلابات حدثت في أوروبا، حدثت في أفريقيا مؤخرا حديثا بسرعة البرق. لماذا؟ لأن خطر بقاء الانقلاب قائم عليها ويمسها يعني مباشر. ولكن عندما يكون هنالك فعلا قوة قادرة على استعادة الوضع على الأرض، عندما تكون هنالك قضية واضحة ويدافع عنها أبنائها بكل ما تعنيها الكلمة، ليس كلام الأمم المتحدة قرآنا ولا قرار دولي نافذ على السلطة، فبالتالي عليها أن تدافع عن نفسها، عليها أن تدافع عن قرارها. لماذا إلى اليوم لم تستطيع أن تثبت للعالم أن الميليشيا الحوثية؟ ربما هذه هي التساؤلات التي يطرحها كل يمني. لكن عبد الحفيظ، الدكتور عبد الحفيظ النهاري، أعود إليك في أقل من 40 ثانية، هل ترى مستقبلا واعدا للعملية السياسية في اليمن قريبا؟ في الواقع لابد أن نراهن على مبادرة التحالف في وقف إطلاق النار، ولا بد أن نراهن على أن وقف إطلاق النار يمكن أن يبنى عليه في بناء الثقة لإيجاد تسوية سياسية ولفتح أفق للحوار السياسي. ويجب أن لا نيأس رغم كل الخروقات الحوثية أو الانتهاكات،
ذلك لأن المجتمع الدولي والشرعية اليمنية هي التي يجب أن تتخذ وأن تخطط الطريق القويم والسليم لاستعادة الشرعية واستعادة الدولة واستعادة الأمن والسلام للشعب اليمني. الدكتور عبد الحفيظ النهاري نائب رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام، كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول أيضا للمقدم ياسر صالح الخبير العسكري والاستراتيجي. دائما وأبدا الشكر لكم أنتم مشاهدي الكرام أينما تكونوا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.